جيشنا الباسل للأمن والاستقرار إلى بلدة الضبعة شمالي القصير وطوق أحد الأنفاق التي اختبأ فيها الإرهابيون. مفادنا الحربي كريم الشيباني كان قد أخبرنا عن إنجازات جيشنا هناك. مرحبا بكم مشاهدينا. هو نصر على نصر على نصر. الجيش العربي السوري يعود الأمن والأمان إلى قرية الضبعة. أتينا منذ صباح الباكر وقد أمن الطريق كاملا الجيش العربي السوري بعد أن قضى على فلول المسلحين والإرهابيين الذين هربوا من مدينة القصير وما زال يتابع عمله. لن أضيف كثيرا وسألتقي بأحد القادة الميدانيين للاطلاع على العملية العسكرية التي جرت البارحة على ما أعتقد. مرحبا بك، تطلعنا على العملية العسكرية. تم البارحة ليلا الهجوم المباغت على قرية الضبعة ولم يكن المسلحين آخذين احتياطاتهم الكاملة من أجل هذا الهجوم، وتم الهجوم عليهم وتدمير كافة مقراتهم وتدمير المشفى الميداني وتدمير جميع آلياتهم، وبعد تدمير آلياتهم جميعها تم هربوا إلى قرية البويضة الشرقي. نعم، يعني نتحدث عن طبيعة الأسلحة التي استخدمت. رشاشات 23.5، مدافع 57، عربات، دبابات، تم خطفها من بعض الحواجز. يعني البارحه نحن تقدمنا في على يعني على مشارف قريه الضبعه، لاحظنا ووثقنا وجود عدد كبير من العبوات الناسفه المحيطه بهذه القريه، هل عانيتم من هذا الموضوع؟ نعم، كانت جميع المنازل مفخخه وتم نزعها من قبل عناصر الهندسه. طيب نعم، يعني من خلال الاشتباكات انتم يعني هل لاحظتم وجود جنسيات من خارج سوريا؟ يوجد بعض الافغان والموجودين الذين فروا وتم تمييزهم من بعض المسلحين وولوا هاربين إلى قرية البويضة الشرقي. إذا تحدثنا قليلا عن طبيعة العملية العسكرية بشكل مفصل وأكاديمي، هل هي حدثت تسلل يعني سيرا على الأقدام؟ بدأت العملية ليلا مع حلول آخر ضوء، وتم التقدم بشكل سري وموجود، حتى تفاجؤوا فينا تفاجؤوا بنا موجودين في قرية الضبعة. طيب نتحدث الآن عن معنويات الجيش العربي السوري وعما يريده الجيش العربي السوري. كما علمنا منذ قليل يعني أخبرونا بأن عناصر مجموعات الإرهابية المسلحة التي يعني استطاعت الهروب ذهبت إلى قرية المسعودية. ذهبت إلى قرية المسعودية والبويضة، ومعنويات الجيش مرتفعة جدا وسيتابعون حتى تحقيق النصر وتطهير كافة الأراضي السورية. رسالة إلى كل مواطن عربي سوري يشاهدك الآن. نقول لجميع الأهالي والسوريين والمواطنين السوريين بأن سوريا ستبقى حرة وبكلمة قائدها مستقلة، ونقول للمسلحين ارجعوا إلى صوابكم فهذه بلدكم ولا يغركم أموال الخليج. بالعودة إلى العملية العسكرية، كم استغرقت؟ استغرقت ساعتان. يعطيك العافية، شكرا جدا لك. نعم مشاهدينا، يعني من خلال العملية العسكرية التي قام بها الجيش العربي السوري لاحظنا يعني وجود عدد كبير لمدرعات أو لسيارات المسلحين المزودة برشاشات دوشكا ورشاشات مدافع 23، كما نلاحظ هنا يعني كتائب أهل الأثر. هذه هي إحدى العربات المدرعة التي قامت قوات الجيش العربي السوري بسحق جميع عناصرها والقضاء عليها. وأيضا هنا نلاحظ إحدى السيارات أيضا التابعة أيضا لكتائب أهل الأثر. هنا نلاحظ مدفع عيار 123 او 120 قامت قوات الجيش العربي السوري ب يعني تدميره وبسحق جميع عناصره، والان تقوم بمصادرته. وايضا هنا نلاحظ احدى السيارات الدوشكا التابعه لكتائب لواء فجر الاسلام. هنا نلاحظ وجود كبير لسيارات يعني امريكيه الصنع، هي سيارات ليست جدا متداوله عندنا في سوريا. طبعا مركب عليها رشاش 23.
طبعا هذه العربات تم ضبطها في ضمن الميدان ضمن العملية العسكرية، وهذه المدرسة هي مدرسة الضبعة الأولى، هي كانت عبارة عن مقر للمسلحين. كما حدثنا عدد من عناصر الجيش العربي السوري بأنه تم الدخول إليها ليلا من باحتها ومباغتة المسلحين والقضاء عليهم جميعا. طبعا كما علمنا أيضا بأن المسلحين الذين قدروا الهروب أو استطاعوا الهروب من ضربات الجيش العربي السوري هم هربوا إلى المسعودية، الآن الشباكات شديدة وقوية في المسعودية، وهربوا أيضا إلى البويضة الشرقية. واستمعنا أيضا إلى تأكيد وإصرار الجيش العربي السوري في ملاحقة هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم. صراحة وحقيقة شهدنا معركة يعني قوية جدا وانتصارا قويا للجيش العربي السوري، المسلحون ينهزمون واحدا تلو الآخر.